السلام عليكم. أهلا وسهلا في بلد المدرسة، أنا اسمي فاطمة وهي في اسمها منطقة 50. حكينا مع صار لوحة جميلية تشريحية فيزيولوجية ونسيجية للغدة النخامية، وصار وقت من موضوعنا لليوم اللي هو أورام الغدة النخامية. إحنا بنعرف سوا إيش يعني أورام الغدة النخامية، كيف قدرنا نصنف أورام الغدة النخامية، يا ترى شو كان سبب هذا الورم، الأعراض والعلامات اللي يجب عندي المريض فيها، وكيف بقدر أشخص هيك حالة. نختم بقصة سريرية، بعدين نكمل فقرة العلاج مع هيروسولوجي. تمام، هلا أول شيء الورم هو عبارة عن نمو غير طبيعي لخلايا موجودة هالخلايا في الغدة النخامية. هالخلايا هي رح تكون خلايا مشابهة تماما للخلايا النسيج الأصلي، وبتشتغل نفس شغلتها نفس حجمها نفس وظيفتها، وتؤدي إلى شيء اسمه أورام سليمة أو أدينوما. أو هالخلايا رح تكون خلايا خبيثة طرأ عليها مظاهر بشع، تغيرت أنواعها، حجمها، شكلها، وظيفتها، وأدت إلى شيء اسمه كارسينوما أو أورام خبيثة. يعني أدينوما أو كارسينوما. طبعاً الأدينوما هي أكثر شيء شائعة، وطلعنا لها بفقرة الأعراض، بينما الكارسينوما نادرة للغاية، وما حكينا لها بفقرة العلاج. بغض النظر عن أنه الأورام سليمة أو خبيثة، هي أدت إلى تغييرين جوهريين للغدة النخامية. أول شيء غيرتني من حجم الغدة النخامية، فصار في عندي زيادة في عدد الخلايا الموجودة في الغدة النخامية، وبالتالي زيادة في حجمها. غيرتني من وظيفة الغدة النخامية، فصار في عندي زيادة في إفراز هرمونات الغدة النخامية، أو نقصان في إفراز هرمونات الغدة النخامية. وعلى هذا الأساس قدرنا نصنف أورام الغدة النخامية، صنفتها حسب الحجم وصنفتها حسب الوظيفة. أول شيء صنفناها حسب الحجم لأورام كبيرة الحجم إذا كان حجمها أكثر من 1 سنتيمتر، وأورام صغيرة الحجم إذا كان حجمها أقل من 1 سنتيمتر. صنفناها أيضا حسب الوظيفة لأورام مفرزة للهرمونات أو أورام غير مفرزة للهرمونات. هرمونات الغدة النخامية نفسها، يعني يا رح يكون في عندي أورام مفرزة لهرمون واحد من هرمونات الغدة النخامية، مثلا ورم مفرزة هرمون النمو، ورم مفرزة هرمون البرولاكتين، ورم مفرزة هرمون ACTH للهرمونات بحيث الأنوثر. بحالات نادرة بصير في عندي ورم مفرزة عدة هرمونات، مثلا هرمونين. أكثر شيء بيكون في عندي هرمون النمو مع هرمون البرولاكتين. الحالة الأندر منها إنه يصير في عندي إفراز عدة هرمونات سوا. سامعني صوتك؟ هي الأورام المفرزة لهرمونات الغدة النخامية تنتقل لأورام غير مفرزة لهرمونات الغدة النخامية. يعني انتباهية، لو صار في عندي أورام سليمة أو أورام خبيثة، ضغطتي على الخلايا السليمة الموجودة في الغدة النخامية وقلدتي من إفرازها. طبعاً من أشهر الأعراض بصير في عندي شيء اسمه ورم قحفي بالعمل، هو عبارة عن ورم جنيني كان يعني ناجع عن وجود بقايا جيبراسكي في القحف. فهي البقايا ضغطتي على الخلايا السليمة الموجودة في الغدة النخامية وقلدتي من إفرازها. طبعاً هذا الورم مو جنيني، رح ينشا عند الأطفال أكثر شيء، رح يكون أوقات في أعمار 15-20 سنة. في عندي أورام ثانية مثلاً استحاقهم، إذا يكون في عندي ورم ثانية على حساب السحاية، رح تضغطي على الغدة النخامية وتقللي من إفرازها أيضاً. وحالة نادرة كثير بما يصير في عندي أكياس جلدانية، كمان رح تضغطي على الغدة النخامية وأيضاً رح تقللي من إفرازها. الحالة الخبيثة إذا يكون في عندي نقائل، يعني أنا بالأصل عندي سرطان، سرطان عقاني نقائل، النقائل وصلت للغدة النخامية. طيب وصلت للغدة النخامية من وين؟ يا بيكون سرطان موجود بالدماغ، يا بيكون موجود بالنقاع الشوكي، وانتقل عن طريق الغدة النخامية عن طريق سائل الدماغ الشوكي للغدة النخامية. طبعا هي حالة سريرة. هيك بنكون خلصنا تصنيف غدة النخامية، رح ننتقل لسبب الأورام. تصنيف الأورام ننتقل لسبب الأورام. سبب الأورام بشكل عام هو سبب غير معروف، ليش بالذات عند أشخاص اللي عندهم طفرات وراثية أو أمراض وراثية. طيب الأمراض الوراثية إنه يكون في عندي أدينومات على حساب الغدة النخامية للعيلة نفسها، مثلا نقابة نهايات العيلة. طيب الطفرات الوراثية كمان إنه يكون في عندي طفرة وراثية، زيادة تنسج والدومات، بجوز تكون موجودة بالغدة النخامية فتعطيني أورام غدة النخامية. طيب هيك أخذنا فكرة عامة ورم، وأخذنا فكرة عامة عن سبب هذا الورم، رح ننتقل نصور للأعراض. قبل ما نحكي عن الأعراض ضروري نتذكر شغلات قالتنا إياها سارة. الغدة النخامية هي الغدة الماستر أو القائدة الموجودة بالجسم، يعني أي اضطراب في الغدة النخامية رح يؤدي إلى اضطراب في باقي الغدد الموجودة في الجسم. طيب يعني الأعراض اللي رح تطلع عندي هي أعراض عامة غير موجهة بلا نوعية، وبالتالي بصير في عندي كذا شغلة، يعني اضطرابات كثيرة.
بالأعراض العامة قبل ما نحكي عن الولايات، لأنه صار في عندي كبر بحجم الورم. هذا الكبر أدى إلى انضغاط بالبنى المجاورة اللي حواليه. طيب، البنى المجاورة هي تصلب البصري، فأدى لي كبر حجم الورم، ضغط لي على التصلب البصري، وأدى لي لشيء اسمه ضغط الساحة البصرية. يعني المريض بيجي لعندي عم بيقول لي إنه ما شاف الجدار، يعني بحيث اللي ضرب فيه ما شافه. أو يعني بحالة أولانية ضغط الساحة البصرية، حالات متوازنة بتجي عندي على مصدر المستوى الشمالي، طرفين العشية يعني في الجسم، من كل عين ما بيشوفها. حالات متقدمة أكثر بكثير بصير في عندي شيء اسمه رؤية نقطية. طيب، العدد الثاني إنه يصير في عندي صداع. طبعاً الصداع نتيجة ضغط الورم على السحايا، فضغط السحايا أدت إلى صداع، وصفات هذا الصداع بيكون مستمر. أكثر شيء بالذات في منطقة العظم الجوي، منطقة العظم الصدغي. هي بشكل عام. طيب، ننتقل لكل ورم على حدة، يعني إنه الورم المفرز هرمون النمو أو هرمون جي إتش. الورم المفرز هرمون النمو أو هرمون جي إتش بيختلف تأثيره عند الكبار عند الصغار، يعني قبل سن البلوغ وبعد سن البلوغ، يعني قبل تكون هشاشات عظم وبعد تكون هشاشات عظم وانغلاقة. أول شيء، الورم المفرز هرمون النمو عند الأطفال بتظهر كارتفال أطول من أقرامه، جزء يوصل طول الطفل تقريبا ل 8 أقرام. طيب، زيادة إفراز هرمون النمو أيضا بتأثر لي على الخلايا البيتا الموجودة في جزء البنكرياس والبنكرياس، فبتخرب لي إياها، بتدفع منسوب سكر الدم كل سكر الدم، وب 20% بالحالات بصير في عندي مرض سكري. للأسف هدول الأشخاص إذا ما عالجتهم بشكل مبكر بصير في عندهم قصور نخامي شامل، وهذا القصور بيأثر لي بحالات كبيرة للوفاة. هذا مين؟ زيادة إفراز هرمون النمو عند الأطفال، يعني عملكم. زيادة إفراز هرمون النمو عند البالغين، يعني ضخامة النهايات، فبيصير في عندي زيادة تكون النسيج العظمي عرضانيا. طيب، هذا الشكل أكثر شيء شلون بيكون زيادة تكون النسيج العظمي مع زيادة أنسجة الأخرى. النسيج العظمي الحين مو عرضانيا، بيجي لعندي المريض بضخامة إيدين ووجهين، أشبه بقلبي بقلبي رح خلي ما عم يسعى بإصبعته، حذاء صغير كثير صغير مقارنة بمقاس رجله، نفس الشيء على قفازات الجوارب. طبعا ما بتقتصر بس على الإيدين والرجلين، كمان على العظام الغشائية موجودة في عظم الجبين، يعني عظام الجمجمة بشكل عام، عظم الجبين بصير في عندي زيادة في تكون نسيج العظمي، زيادة في تكون نسيج العظمي في عظم الخف السفلي، بصير في عندي تفرج للأنف لدرجة إنه هو بيغير لي مساحة الوجه. أيضا زيادة في تكون النسيج العظمي في الأنف. طبعا هذول يعني الاضطرابات كلياتها العظمية هي اضطرابات غير قابلة للتراجع، وبالتالي ما بقدر أعالج دواليا أو بأي شيء ثاني. طيب، كمان بصير في عندي اعتلال مفصلي عند هذول الأشخاص. ضخامة ما بس بتقتصر على ضخامة في الأطراف والأنسجة الرخوة مثلا الأنف أو اللسان، كمان بصير في عندي ضخامة في عضلة القلب، ضخامة في الكلية، ضخامة في الكبد والطحال، أكثر شيء بنشوف ضخامة الكلية. وبصير في عندي ارتفاع بالوتر الشرياني. طيب، هرمون النمو معناتها عند الأطفال بسبب لي زيادة هرمون النمو بسبب لي عملاقة عند الأطفال وعند الكبار بسبب لي ضخامة نهايات. تمام؟ هلا ننتقل للهرمون الثاني وهرمون اي سي تي اتش. طبعا زيادة افراز هرمون اي سي تي اتش بتأثير على ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، يعني ده بشنك. طيب، ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم، ارتفاع مستويات الكورتيزول في الجسم حتأثر لي على شغلتين. أول شيء بتتحرك لي الأحماض الدسمة الموجودة في الجسم، فلما بتتحركهم بتنشف الصورة. الحركة الأحماض الدسمة أكثر شيء لما منتصف الجسم، يعني منطقة البطن، منطقة الصدر، جزء يتوضع الشحم عندي في منطقة الرقبة، منطقة الرأس. الكل هذول بيناتهم بتعطيني علامة إنه تقطع الشحم ووزنات في الوجه، بتعطيني علامة الوجه البدري. احفظوا العلامات لأنه لهم علامات. طيب، الشغلة الثانية إنه صار في عندي توضع الشحم على منطقة الرقبة، شايفين حدا بينهم فوق؟ هي اسمها حدبة الجاموس أو الفالوبيان. طيب، كمان توضع نسيج الشحم كثير شيء في منطقة الجسم أعطاني شكل ليمون، إنه بدنا علامة ليمون. الشغلة الثانية بيأثر عليها الكورتيزول غير تحرك الأحماض الدسمة هي نقصان البروتينات، يعني بيعمل لي على طرح الأحماض الأمينية الموجودة في الجسم عن طريق الكبد البلوي، وبالتالي بنقص البروتين. شو بتظهر هي الحالة عندي؟ بتظهر أكثر شيء بضعف فضلي، بكونوا إيدي وجهي كثير ارتفاع مقارنة بجسمه، هي العلامة الثالثة اللي اسمها علامة ميدان كبيرة.
البيت، يعني رجليه وإيديه بدون كتير رفع، جسمه كتير سمين، وجهه مثل وجه البدرين. طيب كمان نقص البروتينات الموجود في الجسم يأتيلي إلى حالات تانية طبعاً، بصير في عندي اضطراب مناعة، وهي حالات كمان بديلة للوفاة، يعني أكثر الأشخاص بنصابوا بي، يعني بصير في عندنا اضطرابات مناعية. طيب هذا مين؟ PCTH ده كوشين المركزي، يعني اضطراب الغدة الدموية. انتقل للهرمون الثالث هو ورم مفرز هرمون تي اس اتش. طيب هرمون تي اس اتش رح يؤدي الى ارتفاع مستويات التيروكسين والثيرونين، وبالتالي يسبب لي اعراض فرط نشاط الغدة الدموية. طيب هرمون تيروكسين هرمون الثيرونين هنا بنزودوا له الاستقلاب، نقصت احقاق نقصت زاد الاستقلاب بشكل كثير كبير في الجسم. غير هيك شوفوا مثلا الصوره، نتيجة زيادة الاستقلاب بيأتي إلى نقص الوزن. غير أعراض نقص الوزن مثلا بصير يعني زيادة تعرض اضطراب في ضربات القلب. شغلة ثانية هو اضطرابات أو زيادة استثارية عصبية عند هدول الأشخاص، فشلون تظهر عندي اضطرابات في النوم مثل الشك. غير هيك بصير في عندنا دراما قوية عضلية، بصير عندنا رجفان ناعم، مجرد ما مد إيده بين علي إنه رجفان ناعم. طبعا أنا تبين علي إنه أنا مقلة ومد إيده وحط ورقة على الإيد فبشوف اهتزاز الورقة. كمان تعرف يلا الورم المفرز هرمون البرولاكتين، هرمون البرولاكتين هرمون الحليب، زيادة إفراز هذا الهرمون مختلف عن الذكر وعن الأنثى، هي هو نفس الشيء. طيب هلا مثلا عند الأنثى بصير في عندي سرة الحليب، زيادة إفراز الحليب، اضطرابات في الدورة الخمسية. طبعا يا بدنا نشوف انقطاع الدورة الخمسية لفترات كثير طويلة، أو نشوف إنه بس مجرد ارتفاع في الدورة الخمسية. طبعا هالحالة اللي تأدي لها العقم، تصدم العقم. عند الذكور بصير في عندي نقص رغبة جنسية مع فرط تسدد، يعني بصير يعني فرط تنسج تسدد. في شغلة نبهنا عليها الدكتورة اليوم ضروري ننبهها عليها، إنه ما بس هي الأعراض رح تظهر عند أشخاص عندهم برولاكتينوما أو ورم سليم على حساب البرولاكتين. طيب إذا كان عند مين بتظهر كمان؟ مجرد أي ورم انضغاطي بالغدة النخامية ضغطي على السويقة، وبالتالي وقفت من وصول الدوبامين اللي هو مثبط البرولاكتين، بالتالي إنه وقف تثبيط البرولاكتين، تدفع البرولاكتين في الدم عن هي الأعراض اللي هذا. طيب هرمون الاس، هرمون الاس اتش بارتفاع مستويات الدم نتيجة ورم هو حالة نادرة للغاية، لما نشوفها اللي عند أشخاص مثلا الصغار تظهر عندي بحلول مبكرة. تمام هيك بنكون خلصنا التشخيص، الأعراض لننتقل للتشخيص. طيب إجا عندي المريض أول شيء أخذت منه قصة سريرية، قدرت أتوجه لما أخذت قصة سريرية شفت العلامات اللي عندي، توجهت توجيه إنه أنا في عندي اضطراب هرموني. اضطراب الهرمونية رح يكون على حساب الغدة النخامية اللي هي موضوعنا لليوم، هي رح يكون على حساب الغدة الموجودة في الجسم. طيب بقدر مثلا بعد ما اخذ قصة سريرية او ملحوظات تانية مثلا في الساحة البصرية، مثل ما قلنا قبل شوي انه رح يصير في عندي ضغط في الساحة البصرية. طيب بدي اقرر المريض انه يعمل لي اختبارات لبحث الهرمونات، انا شايفة انه هي مرتفعة. بروح على مسافر بكون معينة دم، وبعدين إذا نقيسي روح الهرمونات، أنا شاكل بارتفاع هرمون النمو فرح أقيس هرمون النمو في الجسم. طبعا هرمون النمو هو من هرمونات الشدة أو من هرمونات اللي بتزداد في حالات جسدية نفسية دوائية مختلفة. طيب وهو إفراز رمضاني، يعني كل 90 دقيقة تقريبا بعطيني غدة نخامية نبضة من هرمون النمو، بالتالي ما بيفيدني إنه فورا أروح أقيس هرمون النمو في أي وقت كان. ضروري قبل ما أقيس هرمون النمو أعمل تحليل. تحليل إفراز هرمون النمو بيتم يا بخفض سكر الدم يا بيرفع سكر الدم. طبعا أني عكسية، إذا انخفض سكر الدم رح يرتفع إفراز هرمون النمو والعكس صحيح. طيب أنا خفضت سكر الدم بإعطائه أنسولين 0.15 وحدة تقريبا، لأن أنسولين لكل كيلوغرام من جسم الإنسان. انخفض سكر الدم بالتالي في الحالة الطبيعية بيرتفع هرمون النمو. طيب إذا ما ارتفع معناتها أن الدم حالة مرضية. طريقة التحليل الثانية إنه أعطي سكر فورا 75 جرام من السكر أعطيه لمريضي، إذا انخفض عنده هرمون النمو حالة طبيعية، إذا ما انخفض معناتها أن الدم حالة مرضية. في عندي شيء اسمه IGF-1 هو عبارة عن مثل يعني مادة بروتينية رح تزداد نتيجة زيادة إفراز هرمون النمو، هو طبعا نومي أكثر مقياس أعراض تقمص النهايات. هيك بنكون خلصنا هرمون النمو. طيب هلا إذا أنا شايفة إنه في عندي ورمة على حساب ACTH، زي
زياده افراز هرمونات اي سي تي اتش، هل كفيني ان اقيس هرمون اي سي تي اتش لحاله؟ ضروري اقيس مع هرمون الكورتيزون. طيب اذا اثنيناتهم مرتفعين معناتها انا قدام حاله اجراف بدل نظاميه. اذا الكورتيزون لحاله مرتفع والاي سي تي اتش هو المنخفض مثل اليه التقييم الراجع السلبي، معناتها ده الفشين محيط، يعني اضطراب بنتظر نفسه. نفس الشيء هرمون تي اس اتش، هرمون تيروكسين وتيرونين، ما بيعطيني اقيس صار لحاله، ضروري سوا يعني اثنيناتهم سوا. ارتفاع اثنيناتهم سوا معناتها انا في عندي اضطراب بدل نظاميه، وحده من بيناتهم مرتفعة اللي هي تيروكسين، تيرونين مرتفعين وتي اس اس منخفض، معناتها انا قدام داء الكبس او كل النشاط ضد الرقية، يعني خلل الاضطراب. هرمون فيبرولاكتين ايضا من هرمونات اللي بتغير بشكل كثير كبير في الجسم، فضروري انا قبل ما اقيس هرمون البرولاكتين يعني هي المريض، ضروري كمان اتاكد انه المريضه مثلا ما في عندها حمل او ما في عندها. طيب هرمون الاس وهرمون الاس اس كمان يعني ضروري لما بدي اقيس اسمع هرمونات الجنسيه نظريه او سطوريه. تمام، معناتها بس اتذكروا شغلتين، اي سي تي اس اقيسه مع الكورتيزون، وتي اس اس مع ايش؟ أنا نزلتنا من مرتفعين تي اس اس شو؟ هيك بكون خلصنا مخبرية. من الحالة اللي أنا بقدر كمان إنه شغلات بقدر أعملهم إنه أبعت مريضي لتصوير طبقي محوري. التصوير الطبقي المحوري كثير فيه بدي أشوف إنه مثلا إذا في عندي انتشار للورا، ما في عندي انتشار، بقدر أحدد حجم الورا إلى آخره. تعالوا نشوف صورة. هي صورة طبقي محوري. هلا هي هون هي مسألة غدة النخامية، صار في عندي أدينوما على حساب الغدة النخامية. طيب الأدينوما تقطع عصب البصري، بس إنه بدي أقول إنه هي شوي هي كبيرة الحجم تقريبا 1 سنتيمتر. هون كمان صار في عندي ورم على حساب الغدة النخامية، بس حجمه كثير ضخم. هي ما عندها طبقة أخباري. الحالة الشغلة الثانية كمان بدي آخذ رنين مغناطيسي، تصوير الرنين المغناطيسي، طبعا الرنين المغناطيسي هو نوع أكثر بكثير من الطبقة المحوري، وما بكفيني بس اخذ صورة رنين مغناطيسي، ضروري قبل ما اخذ صورة الرنين احقن المريض بحقنة جادرينيوم، يعني مادة شعاعية زادت في من تباين الصورة. هاي صورة رنين مغناطيسي. الحالة الأولانية هي سليمة. الحالة الثانية انه انا صار في يعني اخذتها بشكل سهمي هي الصورة، صار في عندي ادينوما وهي. الحالة الثالثة جنبية كمان ادينوما. هي التصوير رنين مغناطيسي. تمام، ما هذا عرفت شلون توجه؟ كيف علي اذا شكيت انا بالطباسه فضروري اخذ قطعه واقطع تشريح المناطق هنا يحددوا لي درجه الطباسه. طيب معناتها صار في عندي توجهت انا اخذت اصل الطريقيه فخبريا بس الهرمونات صوره شعاعيه من سي تي سكان او تصوير طبقي محور رنين مغناطيسي بس شكيت بالطباسه معناتها انا ضروري اخذ 7. طيب خمس طريقيه. هسه كثير سهل انه مريم عمرها 25 سنه تقريبا، بعد 5 شهور صار في عند يعني اجت عندي ارتفاع دوره طلسميه من 5 شهور مع افراز الحليب. معناتها هي ولا مسيمة على حساب. طيب المظاهر اللي حسينا عندها مثلا داء سكري بالعقل. طيب شكرا لكم.